مرحبا بكم من جديد. مواصلين إذن في قضيتنا لليلة لنحكي فيها على سر اختفاء جان لوك تيبو، رجل في الخمسينات يسكن في الأوت سافوا على الحدود مع سويسرا، واختفى بين ليلة وضحاها في 2014. واختفاؤه فيه على الأقل ثلاثة أشخاص ينجموا يكونوا وراء هذا الاختفاء: مرته اللي طلقت منه بسبب خيانته، عشيقته اللي تنجم تكون عملت فيه عملة بسبب الحياة اللي ولات عايشتها، ثم صاحبه اللي هو في نهاية المطاف تعرف له على صاحبته والعمل علاقات مع عشيقته، عشيقة صاحبه. صاحبه ينجم يكون انتقم منه. الفرضيات هذه كلها موجودة، ولكن التليفون نسيناه. قلنا وأنه العناصر الأمنية ولده فانسان ولد جان لوك قال لهم راهو ما ينجمش يكون بابا اللي قاعد يجاوب على التليفونات، راهو بابا مختفي وفما شكون يستعمل في تليفونه بلا مارة. بابا كتبت الكل غالطة بالفرنسي، والسيدة ذي ولا السيدة ذي تكتب مليح. اثنين، فما ديكود ما بيناتي أنا وبابا ما يعرفهم كان هو وكان أنا كي نبدأ نحكيه، واستعملتهم هالليكود هذوما ولكن بابا ما جاوبنيش بها، بالتالي اللي قاعد يجاوب فيها مش بابا. سهلت العملية بالنسبة للعناصر الأمنية بما أنه نحكيه على التليفون، يسهل ياخذوا نمره التليفون ونشوفوا له شنو حكاياته وشنية أموره وشنو كذا. والتليفون مش يلقاو العناصر الأمنية أنه فيه ليستة متاع تليفونات اتصالات متكررة مع فابيان. ايجا يا فابيان، مش قلت ما عادش بيناتكم علاقة وبقيتوا بركة شوية؟ اي يهاو التليفونات ماشية جاية جاية وماشية، كيفاش شنو قاعدين تحكيوا مثلا؟ ليه بقينا كان بالتليفونات، ما فما حتى شيء آخر يطلبني ونطلبه كذا. زادوا فركسوا ميساجات من عند جوزي وتليفونات من عنده، والأهم البلاصة متاع التليفون. تليفون قاعد يجاوب من سويسرا. إيش مهزوا التليفون لسويسرا؟ إيش كون فما في سويسرا؟ في سويسرا يخدم جوزي في واحد من المعامل. كيف جاءوا يعملوا في تقاطع التليفونات العناصر الأمنية، يلقاو أنه تليفون جان لوك وتليفون جوزي موجودين في نفس النقطة. وبالتالي اتوجهوا لسي جوزي باش يفهموا من عنده اشنو الحكاية. جوزي أنكر تماماً ما فما حتى شيء وما يعرفش الحكاية هذية كيفاش جابوها وكيفاش لقاوها، لكن هما ما وقفوش لهنا. بما أنه وصلوا له كثفوا زادة كيف كيف عمليات البحث، وعمليات البحث بحث المكان متاع الخدمة متاع جوزي باش تكتشف وجود سيارة جان لوك. الكهرباء باش يلقاوها على بعد 800 متر من المعمل اللي يخدم فيه جوزي. كهرباء بلار مكسر، البلار اللي ما زالوا كيف لقاوها في باركينج متاع كراهب، وبحذيه بركة متاع دم، وبحذيه زوز غلافات متاع كراتش، وبالتحليل متاع الدم باش نكتشفوا انه الدم متاع جان لوك.
إذا جان لوك تقتل وكرهبته موجودة على بعد 800 متر من المعمل اللي يخدم فيه جوزي. هنا الأمن بالتنسيق مع الأمن السويسري باش يقرروا أنهم يعملوا فوي تفتيش في دار جوزي، وفي التفتيش باش يستعملوا كلب مدرب على إيجاد الجثث. وعلى أول ما باش يجي سي الكلب باش يدور في صعب الدار، وبعد جري على بعد بضعة أمتار من دار جوزي باش يبدأ ينبش وينبح. الحكاية ما كانتش صعيبة ياسر، حتى هما البوليسية يشوفوا لي فما كيما طرف القماش اللي طالع من الأرض، ونبشوا شوية واكتشفوا جثة جان لوك تيبو. جان لوك تيبو اللي إذن باش يخرج من داره باش يشوف شكون اللي جاه في الباب، وقت اللي كان في التليفون مع أخته، وباش يلقى أنه صاحبه جوزي. صاحبه جوزي قالوا إجا عندي ما نوريك، باش يمشيو للباركينج باش يقضي عليه بزوز كراتش، ومن بعد باش يهز الجثة متاعو يدفنها بحذا دارو، ويهز الكرهبة إلى وحة على بعد بضعة كيلومترات. جوزي عمره ما اعترف بأنه صاحب العملة، ولكن مع ذلك كل شيء يدينه. جوزي رغم أنه ذميم بهتو برشا، معناها قصير صغير والآخر تبارك الله قدع وطويل وكبير، معناها مع ذلك هو اللي قضى على جان لوك بالكرتوش. نوفمبر 2016 المحكمة الابتدائية باش تقضي بالسجن 20 سنة في حق جوزي، لكنه عمره ما باش يعترف بالجريمة وباش يستأنف الحكم، والاستئناف باش يصدر في 2018، والمحكمة باش تقضي بسجنه 23 سنة، رغم أنه جوزي لليوم يصر أنه ما قتلش جان لوك، وبالعكس يقول طليقته باتريسيا هي اللي قتلته. هل ولد جوزي ليقتل؟ الحقيقة لا، هذا يظهر لي من القضايا الواضحة المرة هذه اللي باش نقولوها. داير كيف نشوفوا كمية الصبر متاعه، برشا فيكم يمكن باش يبهتوا. يعني الراجل اكتشف خيانة صاحبه وعشيقته ليه عنده 20 سنة، وقتها ما عمل حتى شيء، بالعكس واصل علاقته مع صاحبه وواصل علاقته مع صاحبته هذه أو عشيقته. شنو اللي كانت نقطة التحول باش أنه بعد 20 سنة قرر الانتقام وقرر أنه يقتل جان لوك؟ حتى حد ما يعرف شنو السر اللي خلاه يقرر في وقت من الأوقات أنه ينتقم. كانت هذه قضية جان لوك تيبو وسر الاسماس، لأنه لولا حكايات الاسماس بينه وبين ولده لا عمرهم ما عرفوا أنه تليفونه موجود عند القاتل متاعه. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.